بغداد ينضم إلينا سيد حمزة مصطفى الكاتب والمحلل والسياسي. سيد حمزة، بعد يوم دام أمس الجمعة المتظاهرون يؤكدون سلمية تظاهراتهم والداخلية تنفي استخدام القوى المفرطة أو قتل المتظاهرين، كيف يمكن أن تشرح لنا ما يدور على الأرض؟ ما يدور على الأرض كان بدأت المتظاهرات سلمية بالضبط من 1 تشرين الماضي، ولكن سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف بلغت ذروتها أمس عندما سقط أكثر من 40 شهيد ومئات وآلاف الجرحى أيضا تقريبا، وبدأت عمليات تصفية حسابات بين جهات سياسية وفصائل وأحزاب، عمليات حرق وغيرها، كلها من التظاهرات، وبالتالي فقدت التظاهرات عمليا. طيب يعني السؤال، هل من مفتوح قاموا بتخريب المؤسسات الحكومية واستهداف الأحزاب، بعض الأحزاب، هل ذلك يأتي من عمل المتظاهرين أم أن الجهات دخلت في المنتصف؟ وكما ذكرت تصفية حسابات ما بين المتظاهرين، عفوا، ما بين الطبقات السياسية، يعني كيف يمكن أن نشرح وما هي مسؤولية الحكومة الآن عندما تقول بأن من فعلوا ذلك مجهولين؟ ألا تعتبر هي مشاركة في هذه الجريمة حتى وإن كانت يعني غير قادرة على السيطرة على أجهزتها؟ هناك نوعان من المتظاهرين، متظاهرون سلميون يطالبون بالفعل بتحقيق مطالب طبيعية مثل أي مطالب مشروع السكن وفرص العمل وغيرها من المسائل، وهناك متظاهرون آخرون دخلوا أو ليسوا متظاهرين في الحقيقة، وإنما أطراف ومندسون وغيرهم دخلوا باسم التظاهرات لكي يحرفوها عن مسارها، ونجحوا طبعا بحرفها عن مسارها، الأمر الذي جعل الأوراق تختلط. الحكومة العراقية طرف في الأزمة، يعني الحكومة العراقية ممثلة أيضا مشكلة من قبل أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب متصارعة ليس اليوم وإنما منذ أن بدأت العملية السياسية هذه منذ 2003 إلى اليوم تشهد صراعات مختلفة، وهذه الصراعات أحيانا تنتج عنها يعني صراعات دموية، وحصل هذا ليس الأول من نوعه ولكنه الأعنف من نوعه، وبالتالي الحكومة لا تستطيع، والدليل على ذلك التقرير الذي ظهر، تقرير اللجنة التحقيقية، لم تستطع أن تضع النقاط على الحروف، إنما تحدثت عن أمور عامة وأصدرت عقوبات إدارية بحق عدد من القادة العسكريين والأمنيين ليس أكثر من ذلك. طيب هناك من يرى بأنه من غير المتوقع أن تكشف الحكومة عمن يقف وراء هذه الجرائم، بل ستحاول طمسها لإبعاد التهم عن إيران وميليشياتها، هل تتفق؟ الأمر لا يتعلق فقط بإيران، الآن الساحة مختلطة، الآن الشعارات التي تسمعينها في التظاهرات مختلفة، ناس تريد السقط رئيس الوزراء، ناس تريد السقط أحزاب تابعة لإيران، ناس تهتف أمريكا، فالآن الساحة مفتوحة، والعراق طالما هو أساسا ساحة مفتوحة لكل دول الجوار ولغيرهم، فالمتظاهرون يمثلون هذه الساحة، هم عينة من هذه الساحة التي تختلط فيها، القصة لا تعلق فقط بإيران، إيران جزء من المشهد. طيب وهناك عدول لإيران وهناك أصدقاء لإيران أيضا. مفهوم. سيد حمزة، بعد إعلان يعني إلغاء جلسة البرلمان اليوم، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن أمام الحكومة، وهل وارد سيناريو الدعوة إلى انتخابات مبكرة؟ إلغاء جلسة البرلمان كان بسبب كون كانت عطلة وبعض البرلمانيين مسافرون خارج العراق، وبعض البرلمانيين من المحافظات الوسطى والجنوبية لم يستطيعوا العودة إلى بغداد بسبب أعمال العنف. القضية تتعلق بالنصاب، حضر حوالي أكثر من 90 نائب، ولكن طيب النصاب سيناريو انتخابات مبكرة يحتاج إلى 50 أو 60 آخرين. موضوع الانتخابات المبكرة هذه مطروحة، ولكن تحتاج آليات في ظل هذا العنف، لا يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة، لابد من وضع آلية أو خريطة طريق تحدد مسار مثل هذه العملية. نعم، شكرا جزيلا لك سيد حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بغداد.